تعالوا بقى ندخل في اول موضوعاتنا النهارده ان شاء الله، كلنا على موعد مع حدث سنوي في منتهى الاهميه وبيترقبه وبيستناه كل عشاق الساحره المستديره في العالم، وهو قرعه الدور ثمن النهائي او دور الستاشر من منافسات دوري ابطال اوروبا. خلينا في البدايه نقول لحضراتكم مبدئيا كده الفرق اللي تاهلت لدور الستاشر، وهقولها بترتيب الدول. يعني بدايه كده من انجلترا تاهلت اربع فرق، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، وتوتنهام. من المانيا برضو تاهلت اربع فرق، البايرن وبروسيا دورتموند ولايبزيج وانتراخت فرانكفورت. ومن ايطاليا تاهلت ثلاث فرق مبدئيا كده، قطبي ميلان وانتر ميلان واي سي ميلان، ومعاهم نابولي مفاجاه اوروبا. ومن البرتغال برضو مفاجاه كبيره لكل الناس اللي بتتابع، تاهل بنفيكا وبورتو. ومن فرنسا تاهل كالعاده باريس سان جيرمان، ومن بلجيكا تاهل كلوب بروج. اسبانيا تاهل من خلالها العملاق وحامل لقب البطوله والفريق الوحيد المتاهل من الليجا الاسبانيه لمنافسات الدور ثمن النهائي، ريال مدريد. وبرضو هقول لحضراتكم سريعا كده قواعد المنافسات اللي بتنص على شويه تفاصيل كده. اولا ما ينفعش فريقين كانوا مع بعض في مجموعه واحده يلعبوا بعض في دور ال 16. يعني مثلا ما ينفعش نابولي وليفربول يلعبوا بعض لان هما كانوا مع بعض في نفس المجموعه، دي نقطة. النقطة الثانية ما ينفعش فريقين من بلد واحدة يلعبوا بعض برضو في دور ال 16. يعني برضو مثلا ما ينفعش مانشستر سيتي وليفربول يلعبوا بعض، ممكن الكلام ده يحصل في الأدوار اللي بعد كده. وعشان كده يعني طبعا كلنا قاعدين مستنيين القرعة النهاردة، يا ترى هتفاجئنا بإيه؟ أنا معاك جدا طبعا، وده حدث العالم كله يعني بينتظره.